أقول لكم أمر واحد بس، أنا أمني عندي إني أضم أمي، مو في أي وقت، في عيد أو مناسبة، أحضنها. لكن لو سألتكم أنتوا الآن، متى آخر مرة ضمت أمك؟ لو قلت لك الآن تخيل بطنك ما تمشي 5 أيام، 5 أيام بطنك ما تمشي، إيش هتعمل؟ رد عليها. خذ ملايين. ملايينات. ناخذ ملايين. شربت الملايين ما نزل شيء. ايش حتسوي؟ حميد. تروح على المستشفى. طيب 10 أيام بطنك ما مشيت، ايش حتسوي؟ عملية. طيب أنا لي 16 سنة كل 10 أيام ما تمشي بطني. كل 12 يوم. كيف أسوي؟ كل 10 أيام أروح المستشفى. عندي أمي الله يعطيها العافية. تخرج اللي ببطني بيدها. من يسوي لك كذا غير أمك؟ وأنت تفضل زوجتك على أمك. الحمد لله. والله تفضل ولدك على أمك. تفضل صاحبك على أمك. الحمد لله. فين قسوة القلوب هذه؟ قال الشاعر: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، فقال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الفتى قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا أخي، الإنسان اللي عنده علاقة مع أمه وأبوه سيئة، من الآن أنا حجة له أو عليه، من الآن يعلن التوبة بينه وبين الله، ثم إذا قام من المجلس هذا أو من أمام التلفزيون يروح يسلم على يدين ورجل أمه.